فلتتفضل معالي وزيرة التعاون الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الزملاء الوزراء أعضاء الحكومة المصرية، السيدات والسادة سفراء وبعثات الدول الشريكة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الحضور الكريم، أرحب بكم جميعاً اليوم في هذا الحدث الهام الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد عام من اجتماعنا في شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ COP27 لنستعرض معاً ما أحرزناه من تقدم في إعداد وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والتمويلات الخاصة بها. السيدات والسادة، يتصدر التمويل المناخي أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، فبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق. إن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ. وعلى خلفية ما سبق، قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال COP27، وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية لبرنامج نوفي، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. فيما يتعلق بالمبادرة الأولى، يأتي دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء، كما يطرح للمرة الأولى تعريفاً للتمويل العادل. فضلاً عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ 12 مبدأً للتمويل العادل ترتكز على 3 محاور، وهي ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة. فيما يتعلق بالمبادرة الثانية، تعد المنصة الوطنية لبرنامج نوفي نموذجاً للمنصات الوطنية متعددة الأطراف المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسؤولية المشتركة والشفافية كما أقرتها مجموعة 20. وتتميز منصة نوفي بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجاً فاعلاً ومنهجاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذاً للتعهدات خصوصاً على صعيد قارتنا الإفريقية والدول النامية. الحضور الكريم، لقد حرصت مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وظهر ذلك جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تضمنت 5 أهداف رئيسية، وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. وفي هذا السياق، فإن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي تشمل 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأضيف إليها مشروعات النقل المستدام الذي أطلقنا عليها نوفي بلس، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وتقدر الإشارة إلى أن أحد الركائز الأساسية لعمل البرنامج هو تعظيم الأثر في كافة المحاور، ويساهم في تلبية بالعمل على كافة المحاور يساهم في تلبية الاحتياجات التنموية وزيادة وتعظيم قدرة المجتمعات بتلك المناطق على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق العدالة المكانية من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجاً وفقاً للأولويات الوطنية. وقد أتاحت المنصة الوطنية لبرنامج نوفي بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية وصناديق الاستثمار أدوات تمويلية مبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. ومن هذا المنطلق، فإن الهيكل التمويلي لبرنامج نوفي يتضمن الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات ومنصة للمنح والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، وأتوجه بشكر خاص للسيدة أودير رينو بساو رئيسة البنك على مجهودها الشخصي خلال هذا العام، وبنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات نوفي. دولة رئيس مجلس الوزراء، السادة الحضور، كان مؤتمر المناخ بمثابة احتفاء من المجتمع الدولي بتلك المنصة المبتكرة وتأكيداً لأهميتها، حيث تم حشد الجهود الدولية وتم توقيع العديد من خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم لنبدأ معاً رحلتنا نحو تنفيذ تلك المشروعات الطموحة. كما أصدرت جمهورية مصر العربية إعلاناً سياسياً مشتركاً مع الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية للتعهد بدعم جهود مصر في تنفيذ مشروعات محور الطاقة وبما يساهم في تحديث المساهمات المحددة وطنياً. وبناءً على ما تقدم، دعوني أشارك معكم بعضاً من النتائج ما أنجزته الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام على مستوى محاور البرنامج المختلفة. فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية. أولاً، إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من الساعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز. ثانياً، تركيب ساعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص. وثالثاً، دعم استثمارات الشبكة. وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم تحديد محطتين من أصل 12 محطة في إطار إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة 40 مليون دولار لدعم هذا المكون. ثانياً، تم توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسهيلات لتلك الاستثمارات بحوالي 2 مليار دولار، والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء وخطة إيقاف التشغيل والانتقال العادل ودراسة للشبكة ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P. ثالثاً، وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة 314 مليون يورو من خلال آليات تمويل مبتكرة، منها منح مبادلة ديون وتمويلات إنمائية ميسرة. رابعاً، وفي ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، وكما أعلن في البيان السياسي المشترك ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، فقد تم التوقيع على اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو مع الشريك الألماني خلال شهر يونيو، ويتم دوجها لدعم تعزيز الشبكة لدعم الطاقات المتجددة. وفي ضوء ما تقوم به الدولة المصرية لتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية في مجال الهيدروجين، ونتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي. وعلاوه على ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في أفريقيا. أما فيما يخص محور الغذاء وعلى مستوى التأهيل الفني للمشروعات والبناء على التجارب الدولية، فقد سعت المنصة الوطنية لبرنامج نوفي إلى إيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلصت الجهود المشتركة إلى الانتهاء من التأهيل الفني، وتم تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محوري الغذاء والمياه وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة. وتم تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وفقاً لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الري والتنمية الريفية والتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً.
بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية، ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ كرافت، وإدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل كراون. كما تم تدبير الدعم المالي والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات، ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر. أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً، فقد قام البنك الإسلامي للتنمية بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوى وتعيين استشاريين للانتهاء من ذلك. وفيما يخص محور المياه، فإنه يرتكز على مشروعين، هما مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية. وفي هذا الصدد فقد قام بنك التنمية الأفريقي بتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمالي لدراسات الجدوى الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بالإضافة إلى مرفق المياه الأفريقي. كما تم إتاحة الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال موارد بنك التنمية الإفريقي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات تحلية المياه وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر. كما قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفني من أجل إعداد دراسات الجدوى لمشروع توزيع نظم الري بالطاقة الشمسية. هذا وسنشهد اليوم مراسم التوقيع على تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة لتغذية مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى هذا تم تقديم دعم فني لصالح صندوق مصر السيادي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لإعداد مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يخص محور النقل المستدام نوفي بلس، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي الشريك الرئيسي في هذا المحور، وبمشاركة كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجري استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة. وحيث أن الحكومة المصرية دائماً تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعالة في العلاقات الإنمائية المشتركة والحفاظ على الملكية الوطنية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولي لتنسيق الجهود الوطنية مع كافة شركاء التنمية من أجل جذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات المدرجة في برنامج نوفي. وإعلاء لمبادئ الشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد أحد أهم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تعلن وزارة التعاون الدولي اليوم إطلاق تقرير المتابعة الأول أمام حضراتكم، والذي يرصد عاماً من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج نوفي في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، كما يطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل المدرجة في دليل شرم الشيخ مع محاور برنامج نوفي. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مساندته ومتابعته المستمرة للمنصة الوطنية لبرنامج نوفي، كما أتقدم بالشكر إلى زملائي السادة وزراء الكهرباء والإسكان والزراعة والموارد المائية والري والتجارة والصناعة والنقل والخارجية المصرية ووزارة البيئة على جهودهم وتنسيقهم المستمر. كما أشكر كافة الفرق الفنية على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات والانتقال بالمنصة من الرؤية إلى التنفيذ، وأكرر شكري إلى شركاء الدوليين على التعاون الدؤوب ودعم أجندة مصر التنموية والمناخية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي. وفي ختام كلمتي، دعونا نسترجع سوياً كلمة السيد رئيس الجمهورية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP27، والتي شدد خلالها على أن البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء نوفي
يجسد طموح الدولة في مجال العمل المناخي ويعد ترجمة عملية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. وفي الختام دعونا نوفي معاً. Let's نوفي together. شكراً جزيلاً. Thank you very much.